طبعا هذا المريض بطنه توجعه طفل ما يقبل يطلع بي زائدة مفجورة زائدة عنده بطنة وألم كاتلة وواقف يقول والله ما أطلع أبو الأسعار وعافنا سماضينا بسيارتنا هاي شوف المغذي ماله يمشي ومغذية بيده هاي وين هاي المستشفى هاي العراق هذا الزين هذا الطب الحديث مالنا تمشي قاعد تعبر الشارع وتشني مغذيك بيدك